بالالاف ماتوا. لو كان الشعب الكيني بيوصل للسلطه، تبدا السلطه بيده، ما فيش بس يموت لكي يوصل للسلطه. اما يموت وياخذ السلطه وبعدين يعطيها لرئيس اخر، زي ما انتم تعملوا الان، اذبح احرق دمر تونس، اقتل اولادكم، موت اولادكم، وبعدين تعالوا سموه لي رئيس اخر، هذه اخرتها. ما تخلى الرئيس الاول ماله اللي عنده 23 سنه ويكافع معكم. هاي تقارير، هاي تقارير موجوده. تونس في احسن وضع، ما فيش ازمه السدي حتى اضراب في تونس ولا مظاهره. اذا كان في فساد، افرض عائله فاسده ولا جهه فاسده ولا فرد فاسد، هذا ممكن ما نموتوش نحن التوانسه بالعشرات علشان هو. كيف نموتوا بالعشرات علشان هو؟ ما يحاكموه، ديروا مظاهرات ضده، ويجوا قدام بيته ونعتصموا ونقول هذا حاكم، وتمشوا للرئيس ونقول حاكم هذا واعزل هذا. مش عندكم نواب انتخبتوهم يمثلوكم؟ امشوا للنواب وقولوا لهم مش تمثلوا في الشعب انت، كان التمثيل ماهوش تجيل، تمثيل تجيل، لكن عاملين نواب، روح يا نواب حاكموا لنا هالفاسدين مثلا، هالمرتشين. أما تحرقوا تونس ويموتوا أولادكم عشان بتحاكموا واحد فاسد. ويضحك عليكم ويكيليكس اللي مسمين الناس كلينيكس، يضحك عليكم وينشر في معلومات كاتبينها السفراء الكذابين باش يركبوا الشعوب في بعضها ويخلقوا بلبلة. واحنا عندنا منها واحنا عارفين واحنا بنحاكموا، حتى السفراء اللي كتبوا هذا الكلام ونجيبوهم قدام المحكمة يا شهود يا متهمين، باش يثبتوا صحة الكلام اللي البرقيات اللي يبعثوا فيها لواشنطن عن تونس ولا عن ليبيا ولا عن مصر ولا عن فرنسا. احنا بنحاكمهم في الأول كشهداء، انتم قلتوا فيه وفيه وفيه، تعالوا اثبتوا لنا هذا الفساد. مثلا في شركة اسمها كذا 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 في المكان الفلاني، تعالوا اثبتوا لنا ان هذه الشركة موجودة، ونلقاها مش وهي ما هيش موجودة. بعد ما تكذب انت تصبح متهم. وليش ما يتحاكم السفير الامريكي؟ هم يحاكموا في دول، رؤساء دول يحاكموا فيهم. البشير يقول لك قل للمحكمه، رئيس ليبيريا قل للمحكمه، رئيس يوغوسلافيا قل للمحكمه، والسفير الامريكي ما يتحاكمش، يتحاكم بعد انه يكذب. خالطين لكم بلبل بالكلينكس والكلينكس هذا، وانتم تبدوا تركبوا في بعضكم. يا باهي هو يضحك عليكم سفراء كذابين.